إذن مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية اضطراريا في مطار صنعاء الدولي بعد تعذر الهبوط في مطار سيئون بسبب سوء الأحوال الجوية. وبحسب مصادر فإن مصادر ملاحية أوضحت أن طائرة تابعة للخطوط اليمنية كانت في طريقها من الأردن إلى مطار سيئون، غير أنها غيرت مسار رحلتها إلى صنعاء بعد أن أبلغت بصعوبة الهبوط في مطار سيئون وإغلاق مطار الريان في المكلا ومطار عدن الدولي. وأفادت مصادر في مطار صنعاء أن الحوثيين قاموا باحتجاز ركاب من جرح المقاومة وفتحت تحقيقات معهم منذ الفجر، وأن الطائرة متوقفة ولم يسمح لها بالمغادرة. وهناك معلومات جديدة وصلت بأن الطائرة قد أقلعت، وهناك حالة من الذين تم احتجازهم توفت، لكن نريد أن نسمع المزيد من التفاصيل حول ما الذي جرى بالتحديد. إذن لهذا السبب أو لهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عدن الصحفي باسم الشعبي أو باسم الشعبي. مرحبا فيك سيد باسم. السلام عليكم الله. هل من تفاصيل أخيرة أو جديدة حول هذه الطائرة التي أوقفها الحوثيون في مطار صنعاء؟ بالحقيقة الطائرة يعني وقفت في مطار صنعاء لمدة 7 ساعات تقريبا، وهناك تم إنزال الركاب في مطار صنعاء وتفتيش الطائرة وفتح تحقيق مع جرحاء المقاومة الذين كانوا على متن هذه الطائرة العائدة من الأردن. وفي حسب المعلومات المتوفرة بأن أحد الجرحى توفي في مطار صنعاء، وفي الحقيقة هذه يعني تعتبر مسألة يعني خطيرة جدا أن تصل الأمور إلى هذا المستوى. نعم. في ظل إغلاق مطار عدن الدولي، الناس يتساءلون في مدينة عدن لماذا يغلق مطار عدن الدولي، وعدن هي المدينة الأولى التي أعلنت تحررها لجماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. في الحقيقة نقد كبير يوجه للشرعية اليمنية في تقاعس جهودها في فتح مطار عدن وإعادة الأوضاع. يعني كان باستطاعة سيد باسم، كانت باستطاعة الطائرة أن تهبط في مطار عدن لو أنها كانت مفتوحة، إلا أنها ليست مفتوحة. لا 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 ادري ماذا تقصد بمفتوحه. نعم. يعني كان باستطاعه الطائره لو كان مطار عدن يعمل، كان باستطاعه هذه الطائره ان تهبط في مطار عدن. نعم لو كان مطار عدن يعمل لكانت الطائره هبطت في مطار عدن وتجنب ركاب الطائره يعني عمليات التحقيق، ويعني ما تعرضوا له في صنعاء من قبل جماعه الحوثي. نعم. اعتقد انه يعني الشرعيه تخفى كثيرا بهذا الامر عندما يعني تتعامى او تتهرب من فتح مطار عدن الدولي، وهو مطار هام جدا يقع في مدينه عدن، ربما يغطي عدد كبير من المناطق في يعني الجنوب ومن ضمنها ايضا تعز وبعض وعيد وكثير من المناطق التي يمكن ان تستفيد في مطار عدن الدولي. لكن للاسف الشديد اصبح المسافرون يعانون بشكل كبير جدا يعني من اغلاق مطار عدن الدولي، ولا توجد هناك اي مبررات منطقيه. نعم. حقيقيه يمكن الاستناد اليها بسبب اغلاق مطار عدن الدولي. سيد باسم، يعني على في اطار هذه القضيه، هل لديكم معلومات ما الذي جرى مع المختطفين في هذه الطائره داخل مطار صنعاء؟ هل حققوا معهم وما الذي سالوهم اياه؟ ما هي التفاصيل حول اختطافهم؟ نعم، بعدما علمت يعني جماعة الحوثي بأن الطائرة كانت في طريقها إلى سيئون، يعني قاموا بتفتيش الطائرة فعلموا بأنها هي تحمل أيضا إلى جانب عدد من المسافرين ما يقارب 15 من الجرحى في المقاومة الجنوبية عائدين من الأردن كانوا يتلقون العلاج هناك منذ أشهر، وقاموا بإنزالهم من الطائرة وهم في حالة مزرية جدا، يعني عدد منهم هم على الأسرة وعلى كراسي بسبب الاصابات البليغه التي تعرضوا لها، ولا يقدرون على المشي ولا يتحملون الجعث والتحقيق. لكن للاسف الشديد تم انزالهم الى يعني المطار. شاهدنا صور للجرحى وهم في يعني ساحه المطار ممددون على الارض، وهذه طبعا مساله مشينه جدا تجيب جماعه الحوثي وترسل رسالات سلبيه في الحقيقه يعني من هذا التصرف اللا اخلاقي. وفي الحقيقه يعني تم التحقيق مع هؤلاء الجرحى، تم يعني سؤالهم عن
يعني مشاركتهم في المقاومه الجنوبيه، مشاركتهم بالجماعه الحوثي والرئيس المخلوع في عدن. نعم. الامر الذي ادى يعني تاخير عمليه التحقيق لمده 7 ساعات، سبب ذلك في وفاه احد الجرحى. لكن هل كان هناك متابعات حول هذه الحادثه، متابعه لاطلاق سراحهم لدفع الحوثيين لمواصله او سماح لهذه الطائره لمواصله اقلاعها الى مطار سيئون؟ هل كان هناك وسطاء ربما بعد قبل اطلاق هذه الطائره؟ نعم، يعني في الحقيقه يعني اتساءل ما الذي يريد الحوثيون من احتجاز الطائره كل هذه الساعات؟ نعم. وهي تحمل ركاب يعني عاديون مسافرون يمنيون قادمون من دوله عربيه، وتحمل ايضا جرحى يعني شاركوا في المقاومه الشعبيه مثلهم مثل غيرهم من اليمنيين الذين شاركوا في عدن وفي تعز في غيرها من المناطق. بالحقيقه يعني احتجازهم امر مشين جدا. هناك يعني بعد ما اثيرت القضيه عبر وسائل الاعلام اليمنيه والعربيه، تسبب ذلك في ضغط كبير جدا على جماعه الحوثي من مختلف الجهات ومختلف الاطر، وبالتالي تحت هذا الضغط لجأت جماعة الحوثي إلى إطلاق سراح الطائرة، وعادت الطائرة الآن إلى مطار سيئون قبل حوالي ساعة أو ساعة ونصف من الآن. إذا ما الذي يمنع إعادة افتتاح مطار عدن وتفادي مثل هذه المشكلات التي قد ربما تحصل؟ تسيير الرحلات من خلال مطار عدن وتسهيل للمواطنين الذين يريدون السفر عبر هذا المطار. والله لا ندري ما هي الصعوبات والعوائق التي تقف أمام عدم افتتاح مطار عدن الدولي، بالرغم من ان القوات الاماراتيه والهلال الاحمر الاماراتي قاموا بترميم المطار خلال الشهور الماضيه وتجهيزه بشكل كامل بحيث يكون مستعدا لاستقبال الرحلات الجويه من مختلف الدول العربيه ومن المناطق الاخرى، لكن في الحقيقه لا ندري. تم فتح المطار لفتره محدوده اعتقد لمده 70 او 30 يوم، ثم تم اغلاقه مره اخرى. الحقيقه لا نعلم ذلك. المواطنون هنا يتساءلون لماذا مطار عدن مغلق، وعدن هي المدينه الاولى المحرره من جماعه الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والان عدن تستعيد وضعها الامني بشكل يعني ممتاز بعد الحمله الامنيه التي نفذت في مدينه المنصوره ضد الخارجين عن القانون. واعتقد انه الان الاوضاع في عدن الامنيه مهيئه بشكل كبير جدا لاعاده فتح مطار عدن. اذا نعم، اذا اشكرك جزيل الشكر الصحفي من عدن باسم الشعبي، كنت معنا في هذا الموضوع. اذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، اشكركم على طيب المتابعه، الى اللقاء.